شيء يعني وقف كل الوقت. أعزائي السلام عليكم، اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم جبن العرب المشهور بالعراق، جبن عراقي، جبن العرب هو الأبيض. إحنا عندنا المكونات الرئيسية مال الجبن هو الحليب طبعا، والحليب ممكن تختاروه دسم نص دسم براحتكم. بالنسبة لي أنا اختاريت اليوم 0.1 عفوا الفت ماله، يعني نسبة الدهن ماله اللي هو هذا، ممكن أكو 0.5 3.0 حسب الذوق والمزاج اللي أنتوا تردون. أصحاب الضبط يحددون الدهن قليل بيه ممكن تستخدمون هذه النسبة. اللي راح نحتاجه خمر خميرة الجبن. بالعراق بعض الدول أكو خميرة تصير مثل الباودر اللي هي هذه خاشوقة مال شاي، ملعقة شاي هذه بالضبط، ربع غلاس مي دافي. إذا ما عندنا ذني بعض البلدان مثل عندنا بالسويد خميرة على شكل سائل موجودة بالصيدليات، ممكن تسألون بالبلدان الأخرى، هذه يسموها أوست لوبا يعني خميرة الجبن. بيها الخميرة ونشوف هسه بهالأثناء. أول شيء نخلي الخميرة هاي بالمي ونخلط المي، نخلطه حتى يذوب، مي دافي يكون يعني لا بارد ولا حار كلش، المي دافي وأتركها. هذه خلصت من عندها، بعدين أجي أفرغ الحليب بالجدرية على العين. بسم الله، أنا سويت 5 لترات، أنتوا تقدرون تسوون لترة لترتين، هذه الخاشوقة مال الخميرة ممكن تكفي 10 لترات، أنتوا أحرار. نديرها بعد ما دلتها افتح العين على اعلى شيء، طبق الجدر لمدة 5 دقائق. الحليب ما اتركه يفور، مجرد بس يحمى يعني يصير دافي فاتر بدرجة حرارة الجسم اذا عندكم محرار، واذا ما عندكم محرار بالخاشوقة ممكن تاخذون شوية. انا ما استخدمت هاي مال الصيدليه لان يعني عندي الخميره العراقيه، فهذه ممكن نفس الحاله اخذ خاشوقه مال شاي واخليها، لانه عندي عراقي ما استخدمتها، بس ردت اراويكم اياها. هذه على شكل سائل، هذيك على شكل باودر، ذيك تتنقع بالمي الدافي او الفاتر ربع غلاس، اخلطها بشكل جيد حتى يذوب داخل المي، واترك الحليب مدة 5 دقائق او 10، اشوفه يصير دافي. بعدين شو اسوي؟ اجيب الخميرة هذه العراقية واذبها بالبلاط، اذبها واخلط الجدر شوية وادفيه. هسه لحد الان نترك الجدر 5 دقائق، نفتح الطباخ. فتحناه اعزائي، بعد ما دفى الحليب شوية بدرجة حرارة الجسم يعني 38 الى 39 بزايد 40، راح ندير الخمرة بالجدرية. بس حبيت أقول لكم أنه نحتاج إلى تشيز من خام يكون نافذ يعني خفيف يترشح من عند المي حتى نوشل المي الموجود بالجبن. أما بالنسبة لهذه الخميرة اللي قلت لكم عليها موجودة بالصيدليات، هذه أنا مجربها وعلى مسؤوليتي، ترجعوا لي الجبن إذا ما نجح. هسه نطفي الطباخ بعد ما نحتاج، راح ندير الخميرة اللي هي بالغلاس قلنا نديرها هنا، ونخوط الجدرية فتخوطتين ثلاثة، والحليب داخل. بعد ما خلصنا راح ندفيه، وان شاء الله اعزائي بعد ما دفينا وخلينا الخميرة بالحليب، احنا نحتاج الى بطانية.
حتى ندافع مكان دافي، مو جرب بطانية، ممكن تخليه مكان دافي. المهم حتى البكتيريا الموجودة بالخميرة تلعب دورها. بالنسبة للجدر، أشيل الجدر بسم الله، أخليه بوسط البطانية، أبدي أدفرها، أتركها لمدة ساعة كاملة. هم نرجع على التايمر أو المؤبد، ممكن بالموبايل ممكن هذا، لمدة ساعة كاملة. وقتنا ساعة كاملة، نتركه وفاصل ونواصل. زين، بعد ما دفينا الحليب وخلينا الخميرة، راح نجيبه لهنا. حتى ممكن اكو طريقة بهذا الكيس اشيل من عنده واخليه هنا الى ان املي الكيس او ثلاثة ارباعة، بعدين اعقده عقدة واحدة، اضغط ضغطة صغيرة، افرغ من عند المي المتبقي، واذا بالحديقة او في مكان معين ممكن تعلقه وتخليه معلق حتى يوشل المي مالته، يفرغ المي كله. بس انا هسه راح اسوي طريقة اسرع، اذا تريدون تتعلموها بلا ما تبقون معلقين التشيز فترة طويلة. افرغ من هذا الحليب اللي صار على شكل هلامي متماسك، افرغه بهذا المصفي، مو كله طبعا، اخذ جزء من عنده افرغ، وابدي احرك المصفي يمنى ويسرى. تلاحظون شلون؟ شوفوا المي دا ينزل من عنده، دا يوشل من عنده، راح ينزل، يبقى عندنا بس الجبن. اظل اوشل بيها الشكل، بس الملاحظة الخميرة اللي تجيبها من الصيدلية الأسلوبة اللي قلنا عليها الموجودة هنا السائلة، يعني ممكن تحفظها عندك مدة أطول، بس مو برا، احفظها بالثلاجة لأنه هي تتخمر ممكن وتخرب إذا برا. لكن الباودر هذا الموجود عندك الباودر ممكن تخزنه بعلبة صغيرة وتخليه برا. أعزائي تشوفون هاي آخر وجبة بعد ما صفناها، شوية أضغط عليها أحسن شيء حتى تفرغ. احيانا يلزق بالسيم هذا بالمصفي، فش اسوي له؟ اخلي هذه عليها واضغطها شويه واخرها، بدات تخوف هسه الى ان يعني حتى ما اخلي شيء بالمصفي. تلاحظون اضغطها شويه، كملناها، راح نخليها مصفي الحديد الكبير. هذا المي اللي تبقى من عنده راح اخليه بجدريه واخليه على النار، لما يبدي يفور ادير له خاشوقه خل. الخاشوقه الخل راح تبدي يتكثف بالماده الموجوده بيه. احنا قبل كنا نسميها البالوته، هسه ايش تسموها انتم؟ جبن دهين، جبن اي شيء، بس هسه المهم عندنا الدهن اللي الجبن العفو اللي طلعناه صفيناه. راح تسوي ادخله بتشيز، التشيز اللي انا محضره هو هذا، حتى ياخذ قالب. كملته، ممكن انت تضغطه هالشكل او تضغطوه هالشكل، سويه على شكل دائري فص وتعلقوه. اول مره اوشل المي بيه واشده اشده بهالشكل وتعلقه باي مكان، يبقى فتره 6 ساعات 7. انا ايش راح اسوي؟ راح هذا الكيس اخليه بهاي الطريقه تفسي، وبطنها تخته، التخته شويه مرتفعه حتى المي يوشل داير مدايرها، واجيب الكيس اصفطه بهالشكل هذا، كيس خام قلنا ينضح من عند المي. راح اوزع الجبن، اجيب جدرية اللي هي كنت استخدمها نفسها ممكن، واخليها فوقها واترسها مي.
أبدأ أترس في الجدرية مي وأخليها لمدة ساعتين. كل ما تكثر المدة كل ما ينشف الجبن يصير قوي، يعني زيت نوعية زيت. أترس هاي الجدرية بالمي وأتركها. الحليب أو هذا المي اللي نزل من الجبن نخليه بجدرية ونشغل النار عليه. لما يبلش يفور أدير له خاشوقة واحدة مال خل، خاشوقة أكل. إذا ما عندنا خل ممكن ليمون دوزي، أديرها هالشكل وأبدي أخوطها. هسه ألاحظ يقوم يتعقد، أنا محضر بهالأثناء محضر مصفي ومعون راح أفرغ به. بسم الله إلى أن أوشل هذا أطفي الطباخ. لاحظوا هذه نوع من الجبن احنا نسميه قبل البالوتة، هسه ما أعرف شو يسمونه. كل بلد وكل منطقة لها تسميتها طبعا، لأنه الكمية قليلة يعني كمية الحليب قليلة فطلعت هذه الكمية. أنا كل مرة أسوي 10 لترات تنملي هذه. طبعا هذا يكون دسم، خلاصة الدسم مال يعني الدهن مال الحليب. ممكن أخليه معون أصغر، واحد يفريد بيه الصبح طيب كلش طعمه قريب القمر. هذا المي الباقي بعد ما يفيد نذبه. لاحظوا هذه الكمية، والمفروض أخليها بمعونة أصغر عني أحسن حتى تكفي، لأنه وهذا أخليها بالثلاجة أضمها للصبح واحد يفريد بيه كلش طيب إن شاء الله. تحياتي. طبعا بعد ما طلعنا القالب، بعد ما ثبتنا طلعنا القالب مال الجبن وقطعناه بالسكينة، طلعت هذه الكمية. إذا أحتاج أضمها أخزنها يعني بالثلاجة، أخلي مي وملح لها أدير لها، أغطيها بالمي وملح حتى همي حسب الملح حسب المقدار اللي تردوه أنتو، وأطبخها وأوديها بالثلاجة أضمها. شوف ما أحتاج أطلع منها وأكل. صار الصبح وسوينا ريوق وخلينا الجبن والصمون الحار والشاي والمي والقعدة الحلوة، وألف عافية. تقبلوا تحيات عمكم وأخوكم وأبوكم أبو مهند. السلام عليكم.